بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. في قوله ويلتزم، هل المراد هنا الالتزام بمعنى الاعتقاد فقط أو يشمل العمل؟ الالتزام العمل، يعني يلتزم بالعمل، هو بيعتقد فقط ولا يلتزم بالعمل، ما ينفع الاعتقاد مع عدم العمل. نعم.